اما هلا بدي استقبل ضيفنا كمان بالاستوديو، رح نحكي عن اجدد نشاطات مركز سرطان الاطفال. بدي اقول اهلا وسهلا فيك سعد الكردي، وحضرتك منسق جامع التبرعات بمركز سرطان الاطفال. بالبدايه طبعا دائما نشاطاتكم اسم الله، يعني قد ما فيكم عم تقوموا بنشاطات وعم بتقدموا وتساعدوا الاشخاص اللي بحاجه طبعا مساعدتكم. شو هي اجدد نشاطات المركز بالبدايه؟ اوكي، بدايه بس بحب اعرف بلمحه سريعه عن المركز للي ما بيعرف شو مركز سرطان الاطفال. مركز سرطان الاطفال هو مركز تاسس بال 2002 بمستشفى الجامعه الامريكيه ببيروت. نعم. بأفيليشن مع سين جود بمفيس في تينيسي اللي هي أهم بيدياتريك كانسر ريسيرش هوسبيتال بالعالم. نعم. نحن بالمركز بنعالج الأطفال معهم سرطان 100% مجانا. وحتى نقدر نعمل هذا الشيء في عنا كثير برامج تبرعات من خلالها بنجمع المصاري اللي نحن بنحتاجها حتى نعالج الأطفال. اوكي. فحابب أحكي شوي اليوم عن كول فور لايف اللي هي قبل ما نبلش بكول فور لايف، خلينا نشوف هذا الفيديو سوا وبنرجع بنكفي. شو ليتس دو. علوا ايديكم بالعالي، صوب السما عم تسطع، صلوا بالصلاة بتلالي، ساكن السما بيسمع. مركز سرطان الأطفال بلبنان هو المرجع الطبي الأساسي لأكثر من 22 مركز بلبنان والمنطقة بيعالجوا سرطان الأطفال. لا بيفرق ولا بينطر، كلنا واحد ضد السرطان. تبرع اليوم على قد قدرتك عبر cccl.org.lb أو عبر أكثر من 900 مركز OMT. إذا سعد، بدنا نحكي عن كول فور لايف اللي هو نشاط هلا عم تقوموا فيه، نعرف اخر تفاصيله. كول فور لايف هي حمله بلشناها هذا الاسبوع وممتده لاسبوع الجاي. هي بيسكلي تحت شعار انه لا بيفرق ولا بينطر، كلنا بنعرف انه السرطان ممكن يستهدف حدا من اي طائفه، من اي باك جراوند، الكبار الصغار. فنحن عم نجرب نتوجه للعالم انه بما انه السرطان ما بيفرق ولا بينطر حدا، نحن عم نطلب منهم انه يدعموا المركز. نعم. يدعموا هول الاطفال اللي هن بعدهم يعني باول عمرهم وصابهم هذا المرض. نعم. فبيقدروا يعملوا هذا الشيء عبر شغلتين اساسيتين نحن حبينا نركز عليهم بهيدي الحمله، اللي هن بدايه انه الصلاه او الدعم المعنوي بيسكلي، في يكون من اي طائفه حدا، من اي باك جراوند، يكون عم بيصلي لهول الاولاد انه يشفوا. والشيء الاهم كمان بعد اللي هو الدعم المادي، لانه نحن بدون الدعم المادي المركز تبعنا عن جد ما بيقدر يكمل مسيرته، لانه كلفه علاج السرطان كثير عاليه. طبعا مش الكل بيقدر يعني بالزبط. على هالكلفه 100%. فشعار الحمله هي لا بيفرق ولا بينطر، كلنا واحد ضد السرطان. نعم. سو عم نجرب انه نتوحد مع باقي الشعب اللبناني انه نكون بإيد وحده ضد هذا المرض الخبيث. نعم. أي متى بلشتوا بالحمله؟ الحمله بلش بعض التيزرز باول هذا من حوالي اليومين، ونحن اطلقنا الحمله مبدئيا امبارح من بعد التيزر. سو هيدي الحمله مكمله الاسبوع، حيكون في عنا كثير اطلالات عبر عده تلفزيونات وعبر عده راديوز وبالاونلاين وبالجرايد بكل السبل المتاحه لنا كمركز. نعم. بس كمين ايفنت لهيدي الحمله هو حيصير اليوم على 9:30 على ال بي سي. نعم. عبر كلام الناس مع مارسيل غانم حيكون في حلقه فيها معلومات عن السنتر وانترفيوز مع الطاقم الطبي، انترفيوز مع الطاقم اللي بيجمع المصاري الفندريزنج، وانترفيوز مع اطفال اكيد، وحتى ريبورتاجات عن شغل المركز وشو بنعمل نحن بالمركز، فكرة حتى العالم يعرفوا اكثر قديش كبير الاوبريشن عندنا، قديش دقيقين طبعا، قديش طبعا دقيقين، قديش عندنا ناس عندها هالقد خبرات عظيمه. يعني نحن عن جد مثل ما شفتوا بالدعايه قبل، نحن مرجع ل 22 دوله بالمنطقه لقصص سرطان. نحن بفضل الافيليشن تبعنا مع سين جود اللي هو اهم كانسر ريسيرش هوسبيتال بالعالم. نعم. للبيدياتريك كانسر قدرنا انه نوصل لهيدي الليفل، واكيد كمان يعني شيء بيرجع لكمان انه الاي بي ام سي المستشفى الجامعه الامريكيه ببيروت
طاقم الطبي طبعا كمان مهتمين كثير على مستوى كثير عالي من الاحتراف بالمجال. نعم، بدي اعرف كمان اهم شيء احتياجاتكم الماديه شو هي؟ اكيد نحن كلفه علاج السرطان لكل ولد تتخطى امرار، يعني بتوصل هو الافرج هو تقريبا $50,000 بالسنه لعلاج كل ولد. الافرج الديوريشن الفتره اللي بيتعالج فيها الولد هي 3 سنين. نعم. سو اذا بتتخيل يعني كميه ال $150,000 نحن البادجت السنوي تبعنا $15 مليون. ولنجمع هدول ال $15 مليون يعني بتاخذ القصه منا جهد كبير طبعا وبدك جهد كتير وبدنا دعم بدك اويرنس يعني كمان العالم تعرف قد ايه انتم بحاجه مش يعني مبلغ صغير ابدا عم تقول شخص او طفل بس صحيح لعلاج الكلفه بده $150,000 $50,000 بالسنه تقريبا على مده 3 سنين يعني $150,000. في عمليات بتوصل لل $200,000 $150,000 كل عمليه، يعني عمليه واحده ممكن يعوزها المريض مره ممكن يعوزها اكثر من مره، فمنه كلفه هينه ابدا. طب قد ايه عم بيعالج عدد يعني عدد الاطفال اللي عم بيعالجهم المركز؟ نعم. بالوقت الحالي مركز سرطان الاطفال من وقت ما بلش بال 2002 صار معالج فوق ال 1000 طفل فولي انرولد على حساب المركز، فوق ال 1000 والحمد لله. يعني في عندنا نحن صرنا بنسبه نجاح للعلاج 80%، ففيك تتخيلي قديش قدرنا نعمل هذا الفرق. طبعا بالاضافه لفوق ال 4000 كونسلتنسي، يعني نحن الاولاد بيجوا لعنا بيجوا من غير محلات، يمكن عم تعالجوا بغير محلات بغير بلدان، بس بيجوا نحن بالضبط بنعطي الاستشاره بشكل مجاني ما بناخذ اي شيء. نعم. واكيد اذا قادرين نحن تو انرول وي انرول، اذا ما قادرين نعمل ريفير لمحل ثاني على مستشفى ثاني. نعم. اكثر الحالات اللي عم تستقبلوها هو اكثر شيء كومن عند الاولاد هو اللوكيميا، بس الحمد لله اللوكيميا نسبه النجاح تبع علاجه فوق 90-92%. نعم. سو ودائما بتطور دائما بتقدم هذه النسبه عم تضلها تعلى، فهذا الشيء بيبعث فينا هيك امل كثير حلو الحمد يعني لله. اكيد انه هالقد حتى الاكثر شيء فيه نسبه انه حصول عند الاولاد كسرطان هو اكثر شيء فيه نسبه نجاح، سو هذا كله كمان بفضل البحوث وبفضل اكيد كمان صلوات ودعم العالم يعني. نعم. سعد نحكي عن الاشخاص يعني كمان نقدر نضوي عليهم، مين من الاشخاص يلي عم بيساعدوا بهالمركز ان كان من متطوعين او مش متطوعين بنحب نضوي عليهم. اكيد نحن عندنا بالمركز بنقدم للاطفال يعني مش بس العلاج الطبي، في عندنا كثير اشياء ثانيه. نعم. نحن عندنا اهم شيء طبعا العلاج الطبي اللي بقدمه طاقم كثير متخصص من مستشفى الجامعه الامريكيه ببيروت، في عندنا فريق متخصص بتطوع مع الاولاد بيساعدهم على انه يقضوا نهار منه ممل بالمركز ومنه ما بحسوا حالهم بمستشفى. نحن عندنا كل اللي بيجي لعنا على مركز سرطان الاطفال ما بيقول هيدا بمستشفى، بيقول هيدي شغله هيك لذيذه حضانه مثلا او شيء كثير حلو يمكن الحاله بالزبط اللي هن فيها. بالضبط. واكيد في عندنا كمان فولنتيرز مش بس بيعملوا اشياء خاصه بالارت وبالنوتسلي، في كمان بيعطوهم دروس بيكملوا لهم دروسهم بيقدموا امتحانات رسميه عندنا بالمركز، يعني هالقد ما بيطلعوا ما بيوقفوا حياتهم. نحن ما بدنا ابدا اي ولد يوقف حياته لانه اصابه سرطان. لكمل لك نحن في كمان عندنا بنقدم السايكوسوشيال سبورت عبر متخصصين كمان من مستشفى الجامعه الامريكيه بيعطوا دعم نفسي للاطفال بشكل بروفيشنال يعني. وفي عندنا اكيد طاقم سايكولوج بركي بالضبط بالضبط حتى يحطوهم بعقليه انه هن يفهموا اكزاكتلي شو عم يصير معهم ويقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع بشكل عادي، يعني ما يحسوا حالهم غريبين على المجتمع او غريبين عن باقي رفقاتهم بالمدرسه. نعم. لانه هذا مرض طبيعي عادي يعني بصير ممكن يصير مع اي حدا، بصير يمكن بحس حالهم مع عائله يعني موجودين. بالضبط كمان بالضبط نحن هذا الشيء كثير بهمنا. طبعا في عندنا الفاونديشن اللي هي هدفها يعني هي البيربس تبعها هو انه تجيب هذه المصاري. نعم. لحتى لي كل هدول الاشياء تصير كل هالاشياء تصير بشكل مجاني طبعا. نعم. ففي عنا مثل ما قلنا الطاقم الطبي، في عنا سايكوسوشيال سبورت، عنا الفولنتيرز، عنا كمان الفند ريزنج تيم واللي هن كمان من ضمنهم يعني الادمنستريشن والكوميونيكيشن وكل هدول البارتس اللي هن
كلهم بيكملوا بعض فعليا. اكزاكتلي بيكملوا بعض. كيف عم بتكون ردة فعل الاولاد؟ كيف عم تحسهم عم بيتجاوبوا معكم؟ وقد ايه بتحس يعني هالاشخاص المتطوعين اللي عم بيكونوا معهم قد ايه عم بيريحوهم وعم بيلاقوا تجاوب؟ الحمد لله نحن دائما بنشوف لما بننزل لتحت قديش في انبساط. هلا طبعا ما بيخلى الامر من بعض الحزن احيانا اذا في حدا تعبان، ولكن دائما في محاوله من ان كان فريق المركز او من ان كان من الفولنتيرز او ان كان من حتى الاهل نفسهم انه دائما يطلعوا الولد من هيدي الحاله، ينسوا وجعه. ونحن كمان اكيد يعني منجرب قد ما فينا انه نأمن البيئة المريحة للولد. نعم. وفي ولاد بحب اذكر شغلة صارت من كم يوم، في ولاد اول ما هني بيسكلي كانوا بالدعاية، مثلوا بالدعاية، في ولد منهم ولد بنت منهم مثلت بالدعاية وولد تاني ما مثل، فبيسكلي كانوا تحت بقلب المركز، اجاهم هدية من حدا جاي كان عم يوزع هدايا، اجاهم هدية اجي حطوا عليها لوجو المركز وبلشوا يلموا تبرعات من بعض. هذا الشيء حسسنا انه اوكي نحن ما بنطلب منهم اي 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 مقابل للعلاج، نحن بنعالجهم 100% فور فري، بس هن حسوا قديش عم بحسوا معكم قديش هذا الشيء بيفرح. ايه بالضبط، قديش هذا الشيء بيعطي امل، قديش هذا الشيء بيعطي اكزاكتلي. صحيح. الاعمار سعد اللي بتستقبلوها كمان، يعني وقتها بنقول اطفال من اي عمر لاي عمر؟ نحن الطفل هو يعني من نيو بورن، في اولاد بيتشخصوا هن وبعضهم يعني بالاشهر بركي، لا حديت ل 18 سنه بنضل بنقدر ناخذ الاطفال. نعم. فبخلال هذا العلاج ممكن يبلش ولد على 17 ما يخلص لل 20، نحن ما بنقول بس تكونوا متابعينه طبعا. لا اكيد بيكون عندنا بالمركز عم ياخذ علاجه. نعم. بس من بعد ال 21 هيك شوي بركي بيتغير البروتوكولز، بيتغير الاشياء اللي بيقدر ياخذها الولد او بيكون صار شاب فعليا، فما بنقدر نكمل نحن معه. اكيد نحن بندعمه بس بغير محل يعني للادلت كانسر. نعم. اذا الاشخاص حابين يتواصلوا معكم كيف راغبين؟ اكيد طبعا بالتبرعات او يمكن يتطوعوا كمان طبعا لا يقدموا مساعدات. اكيد نحن اكيد مش بس كمان على الهواء. نحن مش بس بهذا الاسبوع حنكون عم نجمع تبرعات، نحن كل السنه عم نجمع تبرعات. اكيد مفتوح على الكل. بس بهذا الاسبوع انا بدي العالم هلا يعني حتى اليوم بيقدروا باي وقت يا اما يتوجهوا لاقرب او ام تي لهم، او ام تي في 900 فرع بكل لبنان وهالقد اكسسبل يعني كل ما بتمشي الشارع بتلاقي يعني. بالضبط. ففيكم تتبرعوا عبر اي فرع او ام تي، كمان بنفس الوقت اذا حابين من البيت فيكم تتبرعوا اونلاين، في عنا ويب سايت ccl.org.lb، في عنا كمان على الارقام بيقدروا يتصلوا على 01-35-15-15 او 70-35-15-15 ويسالوا الشخص اللي بيرد عليهم اي اهين طريقه ليتبرعوا من خلالها. حلو. بدي اتشكرك. شكرا. بدي اقول لكم يعطيكم العافيه. شكرا كثير على دعمكم. وطبعا يعني اللي عم تقدموه الواحد ما بيقدر يشكركم كفايه. وعلى امل دائما يكون موجود الامل ويشفوا الاطفال من هالمرض الخبيث ونلاقي كمان حل يكون 100% موجود. انا بتشكرك مجددا. توقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع هبه ب 1 2 3.